ناخذ روح المكان. عبد الرحمن اهلا، كيف كانت التجربه؟ ليش الكادر معوج؟ والله ايش ليش كذا تمام هي. يلا ايش ما قدمت؟ وشعر عبد الرحمن دائما ايش جنان جنان فين كنت الشهر الماضي؟ سؤال يزدح نفسه صراحة. يقول له صح صدق أنا اللحظة نسيت شهر كامل. إيش كنت أسوي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بجد؟ الشهر الماضي يا جماعة أطلقت أول مخيم لصناعة المحتوى في جدة تحديدا. أكيد حتسألوني شو هو المخيم، واليوم هو ثالث يوم. تحية للموناليزا. مخيم لا يروح بالكم تخيام وتصيف، لا مخيم يعني بوت كامب، يعني مجموعة دورات وورش عمل في مكان واحد. انت مو انت مع صناع محتوى المخيم الوحيد اللي ياخذك خطوه بخطوه من الالف الى الياء، من صناعه الفكره للتصوير الى المونتاج. فقط في 6 ورش عمل موزعه على 10 ايام فقط. لك ان تتخيل انت كشخص مبتدئ في 10 ايام بس تقدر تصير صانع محتوى مؤهل وتنافس الموجودين حاليا. الحين بنظبط السيت اب حق اللقاءات مع الدايركتور. يلا ظبطي لي الاضاءه. صراحة أنا وبدأت كنت متخوف شويتين، خصوصاً إنه أغلب اللي حولك كان يقولي أنت غبي يا أخي، أحد يعلم الناس أسرار مهنته؟ فكنت أقول في نفسي كذا، قعدت أفكر مع نفسي كذا، تقول يعني أنا أول ما بديت في اليوتيوب والتصوير والإخراج يا أخي تخبطت إلين أذنت، عارف؟ أبو ما جبت ما في مبعث في عالم التصوير والإخراج وصينا ما سويت. ما كان في وقت إلا كم واحد في اليوتيوب، وإلى يومك هذا أذكرهم بالخير صراحة، لأنهم حرفياً علموني كيف أمشي صح وكيف أصور وكيف أخرج وكيف أصنع الفكرة الإبداعية. فلما قعدت أفكر مع نفسي كنت أقول ليش ما أكون أنا الشخص اللي خلي غيري يذكر بالخير. فتقدر تقول إني جازفت في الموضوع وبدأت المخيم وأعلنت. كان المقال وأول يوم المخيم صناع محتوى جدة، هذا الرولاب تبعنا واللي فعليا احنا تعبنا في تصميمه. اللي فهم التصميم يا ريت تكتب لنا تحت، واللي ما فهم يعني انا ببسطها عليك. يعني موناليزا حتحضر معانا. يب نخش على الهول، واحلى مكان في جده هب، والمكان اللي حنسوي فيه كل الفعاليات والورش. شوفوا المساحه. هنا تحديداً راح نعمل كل ورش العمل. راح أقدم أنا أول ورشة اللي هي إيش يعني صانع محتوى. مرة متحمس للمكان لأنه كل زاوية فيه لوكيشن، يعني بيئة تطلع الأفكار تطلع الجنان. تعالوا خلينا نوريكم مساحة، ديبث أوف فيلد، عمق. فكان من أول يوم صراحة أنا طلبت منهم يسووا تحدي بسيط، انهم يصوروا محتوى بسيط بكاميرا الجوال ويركبوا فيه ترند عالمي موجود حاليا اللي هو نعود بحذر. فسويت لهم انا مثال بسيط بطريقه الجمب كات افكت. كلكم مر عليكم بس ما انتم معليش، اغلب المحتوى فيه تقليدي، عشان كذا انا الان حصور معاكم محتوى بسيط خفيف وبعدين حطلب منكم تسووا نفس المحتوى. زي ما انتم شايفين اليوم اول يوم من كامب صناع محتوى جدة، كلنا ملتزمين بالتعليمات والكمامات. لا حول ولا متر ونص. متر وايش ونص. وانت مو انت مع صناع محتوى جدة. وابتدينا اول تحدي. We'll be right back.
التحدي هذا كان بمثابة تحديد مستوى، وللأمانة كان فيه مستويات عالية ومستويات تحتاج تفهم. ما توقعت صراحة إنه ممكن نلاقي مشاركات زي كذا. طبعاً ما راح أعرضها عليكم هنا، راح تنزل في قناة جدة كونتنت كرياترز. اللي ما اشترك في قناة جدة كونتنت كرياترز يروح يشترك الآن ويفعل زر التنبيهات، لأنه أنا لو اختفيت من هذه القناة راح تلاقوني في القناة هذه، ولو اختفيت من القناة هذه راح تلاقوني هنا. فبين البين، فما أقدر أحكيكم في العشر أيام هذه قديش أنا مبسط. أكثر شيء يعني كل يوم كان عندنا تحديات، تصوير، إخراج، أفكار، ضيوف شرف. من يوم ما يبدأ اليوم إلى ما ينتهي، يعني أنا شخصيا من قوة الفلة أنا نسيت إنه في كورونا، نسيت إنه في تباعد، ونسيت إن الناس لسه عقلتهم موسوسة وخايفة. لا والله خلاص، أنا بعد المخيم هذا رجعت الحياة الطبيعية عندي وزيادة، رجعت الحياة أكثر من قبل. داي نمبر 8 في مخيم صناع محتوى جدة. اليوم راح نمنتج كل الفيديوهات اللي صورناها مع المشاركين، وراح نشوف مع بعض ايش اكثر فيديو ناجح وراح يكوش على جوائز الرعاة كلها. فانتوا حاسين بالحماس اللي فيني ولا لا؟ حاسين؟ يلا نخشوا. المرايات هذه تستدعي الى التميلح. خلصت ولا حتشغل وقتي؟ خلصت. بوريك ايش سويت. اطربني. اكشن. انت مره مو انت مع صناع محتوى جدا. ابغى اخذ نفس عميق، وابغى اشكر كل الشباب اللي دعموني وشاركوا معايا في هذا المخيم، على رأسهم المخرج والكاتب الإبداعي. أنا في النهاية ماني منتظر منك كمخرج أحد بارع يكتب لي السيناريو كاملاً والمشاهد واللقطات. وصلني فكرتك اللي في رأسك بس، صح؟ قل لي فكرتك صح عشان يوم أسألك أقول لك والله فكرتك غلط. ما تصير تقول لي لا، أنا بحثت وقارنت وسويت، وهذه الأدلة وهذه البراهين حقتي. خلاص أنت، أنا ما أقدر أتكلم معك. المصور الفوتوغرافي الرائع والمبدع اللي أنا أسميه وحش المنتجات. أي صورة في الحياة؟ هذول الثلاثة هم اللي يكونوا أي صورة في أي كاميرا في العالم. ملك البوست برودكشن. تحياتي لهم من القلب صراحة، لأن أنا بدونهم ما كنت أقدر أصور المخيم كله، وأنا ما أقدر أقدم كل ورش العمل لحالي، لأنه حكون صاحب سبع صنايع والبخت أبو أم ضايع. الأيام الجاية راح تشوفوا قديش إحنا بدعنا في المخيم الماضي، وراح تشوف المخيم الجاي قد إيش احنا حتاخذه على النيكست ليفل. توقعات الايام الجايه حيكون في مفاجآت اكبر وافجع. حزيد خبرتي مره كثير في مواضيع مره كثير، حتى في اشياء ممكن انا ما يكون عندي اصلا اكسبيرينس فيها، يعني حيصير عندي خلفيه عنها، وحتى في اشياء ما تخطر على بالي وبتجيني من المكان هذا. هبدا ان شاء الله اني اخرج من هنا عارفه مره اصور وعارف ايش يعني الكاميرا. اتوقع إن شاء الله أقدر أسوي إعلان كامل من A to Z، من الفكرة للسيناريو للتصوير للإيديتينج ويطلع إعلان. الفلوغ هذا just a beginning. ترقبوا الجاي، شيركم ولايككم وسبسكرايبكم نوتيفيكيشن عشان نتابع بعض أول بأول، وإلى لقاء آخر في جنان أخضر. والسلام. جنان. What is going on? Too much والله. سوي شقلبة. يلا. أي. لا too much كده. طبعاً. Too much كده. نقلب اسمع، نقلب مخيب كاراتيه. والله نفتح حزام أسود. أنت تعرف تنطني كمان؟ يلا نطي. شقلبة لا على ورا. كده على ورا. أيوة يلا. ما فيتامين؟ كات. انت مو انت مع صناع محتوى جدة. سوي سبسكرايب وشير وهذا لمواقع التواصل الاجتماعي. ترى مره نحبكم. ترى صناع محتوى عبد الرحمن عمر، ترى شيء مره رهيب.